لقاء القمة المصرية لكل عشاق الكرة المصرية بكرة بإذن الله ما بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري لكرة القدم، وده ضمن الجولة الـ14 من البطولة. الأهلي بيتربع على صدارة الدوري برصيد 31 نقطة، الزمالك في المركز الرابع. القمة دي يعني مختلفة بشكل كبير لأنه الأجواء يعني سخنة جدا من بداية الموضوع، يعني احنا بنتكلم عن أزمة كهرباء واللي حصل واستبعده قبل كده، ورجع لعب في ماتش سموحة وعمل أداء كويس جدا، الناس كانت كلها بتتكلم عنه، كان عنده يعني حماس بشكل كبير للمباراة. كمان استبعاد فتوح وعبد الله جمعة لأسباب يمكن كانت مفاجأة للجماهير، وغيابات بقى كتيرة في الأهلي بسبب الإصابة. هنتكلم مع حضراتكم بالتفصيل عن لقاء القمة. دلوقتي معانا على التليفون الناقد الرياضي هاني عبد الصبور. مساء الخير على حضرتك، ومن وجهة نظرك كده مين الأجهز والأقرب للفوز في هذه القمة؟ مساء الخير على حضرتك المشاهدين، ومساء الخير على كل السادة المشاهدين. مباراة القمة دايما ملهاش أي علاقة بأي معايير أو معطيات قبل منها، الفوز دايما أو الانتصار بيكون حليف الفريق الأجهز خلال 90 دقيقة، مش شرط حالتك إيه قبل المباراة، المهم حالتك إيه في المباراة. لو هنتكلم عن الفريقين سواء الزمالك والاهلي او الاهلي والزمالك، هنلاقي كل الفريق عنده نفس الازمات بس بطريقة مختلفة. يعني لما نيجي نتكلم عن نادي الاهلي، هنلاقي الاهلي الفترة الأخيرة منتشي بعدد من الانتصارات، اخرها كان بلوغ المباراة النهائية لكأس مصر، لكن كولر اصطدم ايضا بفكرة الاصابات الكثيرة اللي ضربت الفريق، وهتأدي لغيابات في العناصر الأساسية، غيابات كثيرة زي ياسر ابراهيم، متولي، محمد عبد المنعم، برونو سافيو، وكمان بيرتي تاو ما شاركش في التدريبات لسه مش جاهز. على العناصر اللي غايبه ازمه فنيه كبيره بالنسبه لكولر وللنادي الاهلي. يعني بيرتي تاو وطاهر مش جاهزين زي ما بيقال؟ مين؟ بيرتي تاو وطاهر مش جاهزين للمشاركه؟ لا لا، لسه طاهر ربما يكون في القايمه، لكن بيرتي تاو لسه لن يكون جاهز. معلوماتنا داخل النادي الاهلي بتؤكد ان اللاعب لسه ما يعني ما وصلش ل 100% من جاهزيته للمباريات، وبالتالي سيكون غدا من اللقاء. محمد هاني، طيب بيريرا ومعسكر الزمالك، بسال حضرتك عن محمد هاني، هل هيشارك؟ مين؟ محمد هاني. محمد هاني موجود جاهز، مفيش اي مشكله، بس هو لسه يعني الاختلاف في محمد هاني، هل هيشارك كباك يمين ولا مساك؟ طبعا في ازمه في الدفاعيه، ولا هيشارك كمساك؟ لو هيشارك كمساك هيكون مكانه الوافد الجديد من سموحه خالد عبد الفتاح في الجهه اليمنى، وربما يكون لكولر فكر اخر ان يشوف ايمن اشرف جنب رامي ربيعه، محمد هاني زي ما هو باك يمين، وان كانت دي مستبعده لان في الفتره اللي فاتت ايمن اشرف بعيد تماما عن المباريات منذ انطلاق الموسم. طب وكهربا هل هيشارك بكره بنفس الطريقه اللي شارك بيها في سموحه راس حربه؟ كهربا قانونيا، عايز اقول لحضرتك ان كهربا يعني من الناس اللي كان كولر خلال الايام اللي فاتت دي كلها بيركز مع كهربا. اولا هو وجد ضلته في كهربا بحاجتين، كهربا ما بيلعبش مهاجم، لكن كولر لما لعب في مباراه سموحه واختلف تدريبات والمباريات الوديه اللي سبقت مباراه سموحه، ان كان بيتم تجهيزه على اعتبار ان كان هناك علم مسبق بامكانيه مشاركه كهربا بدايه من يناير، فكان بيلعب كمهاجم اللي هو المهاجم التارجت او الوهمي اللي بيحبه كولر، اللي لقاه بيرتي تاو، بس بيصابها بعد بيرتي تاو، لان كهربا لاعب سريع جدا، عنده مهاره بيجيد التعامل في مواقف واحد ضد واحد، كمان عنده قدره عاليه على الفينش، شفناها في الهدف الثالث امام سموحه، الكوره بتجيله بيقدر يحطها باريحيه داخل الشباك، ده الفعاليه او النجاعه الهجوميه اللي بيتكلم عليها اللي بيفتقدها كولر في المهاجمين اللي موجودين عنده اللي بيضيع فرص كتير. علشان كده خلال الايام اللي فاتت كان في جلسات مع كهربا لتجهيزه، كمان مش تجهيزه فنيا بس، تجهيزه نفسيا، ازاي يقدر يعدي الاستفزازات او الهتافات اللي هتكون اكيد موجوده من قبل جماهير نادي الزمالك اللي هتكون مؤازره في اللقاء. حضرتك عارفه الحساسيه او الحماس اللي بين الجمهورين، فاكيد كهربا اتعرض لاستفزاز من جمهور نادي الزمالك، فكان بيتم تجهيزه بالذات ان شاء الله احنا نتمنى من الجمهورين الالتزام طبعا، وده اللي احنا مهم جدا ان احنا نتكلم عنه، ان احنا نتكلم عن ماتش ممتع كرويا، وكمان نتحلى بالاخلاق اللي احنا بنتمنى ان احنا نشوفها طول الوقت من الجماهير من الناحيتين. طبعا، وكمان رابطه الانديه اللائحه بتاعتها واضحه وصريحه، اي جمهور هيتجاوز ويخرج عن النص طبعا هيتم معاقبته فورا، سواء جمهور الاهلي او جمهور الزمالك. لكن طيب ندخل مع حضرتك كمان الزمالك ومشاركه عبد الله جمعه وفتوح. طيب
عبد الله جمعه واحمد فتوح، كلنا اكيد فاكرين الازمه الشهيره اللي كانت عقب مباراه الداخليه واتهامهم ببعض بتناول بعض حاجات لم يثبت صحتها حتى الان. لكن هم في الفتره الاخيره فيريرا اداهم برنامج تدريبي، حس ان هم مش جاهزين بدنيا او بعد غيابهم فتره، ان عبد الله جمعه يعني ما كانش بيشارك بصفه اساسيه، فتوح انقطع عن التدريبات لمده يومين بالتالي فمش جاهز فنيا بدنيا عفوا، فبالتالي المدير الفني منحهما برنامج تدريبي. لسه البرنامج بحسب المعلومات اللي جايه من نادي الزمالك لسه البرنامج ده لم يتم الانتهاء منه، وبالتالي الثنائي لن يكون موجود امام نادي الاهلي. عدا ذلك مفيش اي غيابات داخل نادي الزمالك، لكن الازمه داخل نادي الزمالك هو عدم الاستقرار الفني، مش الاستقرار الفني في التغييرات لا، ايوه في الفتره الاخيره شفنا نتائج كتير مهتزه لنادي الزمالك، بيخرج امام بيراميدز وما بيقدرش يوصل للمباراه النهائيه في كاس مصر، ما حققش الفوز منذ انطلاق العام 2023، كل دي ازمات بتؤثر على نادي الزمالك. لكن تبقى مباراه القمه زي ما ذكرت لحضرتك خارج دايما اي معايير او اي مسبقات قبل المباراه. عايز اسال حضرتك برضو عن يعني التشكيل المتوقع للزمالك، والناس بتتكلم عن عمر جابر هيلعب باك شمال ولا هنشوف عبد الشافي؟ الناس كان يعني البدايه في المباراه اللي فاتت امام بيراميدز كان عمر جابر باك شمال ووجود او حمزه المتلوسي عفوا باك شمال وعمر جابر، وبعد كده تم تغيير الخطه وتم الدفع بيه محمد عبد الشافي الذي اجاد وظهر بمستوى طيب جدا، عشان كده الناس ابتدت تتكلم عن فكره الدفع ومشاركه محمد عبد الشافي كباك شمال، لكن تبقى السريه مطروحه في كلا الفريقين، كل معسكر يعني بيخفي التشكيل والعناصر الاساسيه وتدريبات سريه، محدش عايز يفصح عن اي معلومات او اي حاجات ملامح للتشكيل، بس زي ما احنا بنقول لما نبص للعناصر اللي موجوده في كلا الفريقين يعني خلاص التشكيل شبه معروف، ربما نلاقي مفاجاه او مفاجاتين سواء هنا او هنا. طيب كمان عايز اسال حضرتك، انا عارفه انه مباراه القمه ما بيبقاش ليها يعني توقعات، لكن دايما الناس بيبقى احيانا عندها توقعات، توقعات حضرتك للماتش ايه؟ توقعاتي للماتش اتوقع ان يعني طبقا للمعطيات والنتائج الاخيره اتوقع ان النادي الاهلي هو الاقرب للفوز، لكن يمتلك الزمالك مدير فني على مستوى عالي، يمتلك لعيبه عندها خبرات ربما يقدروا يحققوا الفوز، لان المباراه دي بالنسبه لنادي الزمالك هتبقى بمثابه عنق الزجاجه، لان الزمالك في المركز الرابع، اي فقدان للنقاط مع النادي الاهلي هيوسع الفارق، خلاص النادي الاهلي عنده مباراه واحده وبعد كده هيسافر يلعب كاس العالم للانديه، هيبقى في مشاكل كتير فنيه في داخل نادي الزمالك لو تعرض للهزيمه امام النادي الاهلي، وبالتالي الدوافع موجوده عند لاعبي نادي الزمالك كدوافع فنيه طبعا موجوده في النادي الاهلي لكنها اكبر داخل نادي الزمالك، ولما نبص للنادي الاهلي هنلاقي ان هو الدوافع فوز بلقاء القمه ده اكبر دافع في حد ذاته، فبالتالي رغم الغيابات اكيد الجمهور اللعيبه عايزه تفرح الجمهور لانها تاخد دفعه معنويه قبل السفر لكاس العالم للانديه. وحضرتك بتتكلم عن كاس العالم للانديه، هل احنا في انتظار صفقات اخرى في النادي الاهلي؟ ولو بنتكلم على وجه التحديد مشكله الهجوم اللي موجوده في النادي الاهلي، فاحنا بنتكلم عن مهاجم محتمل لانضمام للنادي الاهلي قبل كاس العالم للانديه؟ طيب لحد اللحظه اللي بكلم فيها حضرتك دي ما فيش اي مفاوضات رسميه مع اي مهاجم ناديه، يعني لحد دلوقتي في قائمه فيها مجموعه من اللاعبين المهاجمين الاكفاء سواء اوروبا او امريكا الجنوبيه او البعض منهم في افريقيا، كل القائمه دي مطروحه امام المدير الفني، ويعني كان بيتكلم فيها عن بعض اللاعبين، لكن لسه كله في انتظار نتيجه مباراه الزمالك، اعتقد بعد مباراه الزمالك ربما يتم انهاء صفقه المهاجم، لان كولر متمسك جدا 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 بوجود مهاجم افريقي، ايضا الجمهور متمسك بفكره التعاقد مع مهاجم، لان النادي الاهلي وادارته يعني زي ما بنقول كده اللي هي ايه طمنت الجماهير في بدايه الموسم ان الصفقات قليله، لكن في يناير هيتم الدعم بشكل كبير، وبالتالي الجمهور في انتظار تنفيذ الوعود من قبل اداره النادي الاهلي. احنا في انتظار مباراه القمه ما بين الاهلي والزمالك، بنشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي هاني عبد الصمور، شكرا جزيلا على وجودك معانا.